بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قراءة آية الكرسي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قراءة آية الكرسي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قراءة آية الكرسي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة سورة
قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قراءة آية الكرسي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قراءة آية الكرسي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قراءة آية الكرسي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قراءة آية الكرسي